إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن مما يحتاج إليه المسلمون أن يتعرفوا إلى حقيقة الإرهاب، إلى أسبابه وبواعثه، إلى أن الإسلام بريء منه ولا يمكن زواله إلا بزوال أسبابه، أو إضعافه إلا بإضعاف أسبابه. فهو فكرة، بل بذرة فكرة ضالة، بيئتها الجهل واليأس والفشل. الإنسان لا يستقر في تلك الدائرة الخبيثة إلا إذا كان وصل إلى درجة حادة من الشقاوة والتعاسة في حياته، أو أن يكون في جهل عميق وضيق شديد وفقر مدقع وبطالة طويلة وفشل تام في حياته، فلا يجد ملجأ إلا أن يحرق نفسه بأتون نار الإلهاب ليحترق هو وغيره. وهذا الفكر الضال مخالف للعقل والشرع، حتى إن صاحبه قد تصل به الأمور أن يقتل صديقه أو قريبه أو والديه أو حتى نفسه، ويجعل ذلك من المبادئ التي يمكن أن يدافع عنها وأن يعمل لها. واعلموا عباد الله أن دين الإسلام لم ينتشر بالقوة أو العنف أو التخويف، والذي درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في مواطن الصلح والمعاهدات دخل الناس في الإسلام أكثر من دخولهم في مواطن الخوف والقوة. ويعلم المسلمون أنه في صلح الحديبية، وهي المرحلة التي قل فيها القتال، وأنتم تعلمون أن القتال بدأ من بداية السنة الثانية للهجرة واستمر إلى السنة السادسة، حيث حصل ذلك الصلح، واستمر الصلح سنة وعشرة أشهر، لم يحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم أو بين المسلمين وبين المشركين في
في تلك المرحلة دخل الناس في الإسلام أضعاف من دخل من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية صلح حديبية. في سنة، في أقل من سنتين، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس 13 سنة في مكة، وإلى السنة 6 من الهجرة، يعني أكثر من 18 سنة من الدعوة. لم يدخل في تلك السنين كلها من دخل في أقل من 2، لأنها كانت مرحلة أمكن للمسلمين أن يوصلوا إلى الناس هذا الدين على حقيقته من غير قوة أو تخويف، ومن غير أن يكون هناك من يمنع الناس من سماع كلمة الله وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يدخلون الإسلام وبقوة هم الذين يقنعون بمبادئه والعقيدة بحقيقة الدين الذي أنزله الله، وإلا فأخبروني عن بلد دخلت الإسلام عنوه، أخبروني عن إنسان جيء به وقيل له إما أن نقطع رأسك وإما أن تسلم فقال أنا مسلم، أما كون الإسلام فيه أمر الجهاد فهذا أمر آخر. فالجهاد شرع في الإسلام على التدريج، ولم يشرع ابتداء القتال. مكة كلها لم يشهر فيها سيف ولم يرفع فيها أذان، مع أن المسلمين كانوا موجودين ومضطهدين ويمكن أن ينتقموا، لا، وكان المسلمون في مكة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المسلمين من كان على الساحل مثل أبي جندل وأبي بصير ومن كان معه. فهل استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم للنكاية في المشركين من الداخل؟ لا، حفاظا على نفوسهم وأرواحهم، وحفاظا على العهد الذي بينه وبين أهل مكة بالنسبة لأبي جندل وأبي بصير ومن معه. أبو سفيان خرج إلى المدينة طالبا إعادة الصلح بعد أن نقضه المشركون، دخل المدينة مع أنه كان رأس الكفر في ذلك الزمان قبل أن يسلم رضي الله عنه. فهل تعرض له مسلم وقال هو مشرك والمشرك مباح الدم؟ ماذا يفعل أولئك الخارجون على شريعة الله المدعون لها؟ يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، ماذا يقول هؤلاء حينما حصل ذلك الصلح ثم بعد ذلك وقع من الناس ما وقع، ووقع النقد ووقع كذا، ماذا يجيب هؤلاء عن قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ماذا يقول هؤلاء حينما يقولون نحن نقتل أولئك وإن تترسوا بالمسلمين؟ ولماذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولئك المشركين وليحصل قتل في المسلمين ونكاية في سبيل القضاء على المشركين؟ لولا رجال مؤمن إلى قوله لو تزيلوا، لو حصل القدرة على التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفر في مكة كان يمكن أن يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يميل عليهم كما قال الصحابة يا رسول الله أفلا نميل على أهل الوادي بأسيافنا؟ فقال والذي نفسي بيده لا تدعوني قريش إلى خصلة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عقل فضلا عن دين، فضلا عن عقيدة،
تقبل للإنسان أن يقتل والديه حتى لو أشرك، حتى لو دعواك إلى الشرك وقال لك أشرك وحاول إجبارك على الشرك، لا تقتلهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن ديننا لم يزل يحارب منذ أن بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة، يحارب بالقوة بالعنف بالإعلام، الكلام الذي يطير كل مطير كذبا وزورا وافتراء، ألم يفترى على نبينا عليه الصلاة والسلام وقيل فيه كذاب مع أنه كان الصادق الأمين، فإن جاز عليه الكذب فمن الذي يمكن أن لا يجوز عليه؟ ألم يقل عنه ساحر وكان أعقل الناس يرجع إليه في النوائب؟ ألم يقل عنه مجنون؟ والإنسان إذا كان في منزلة عالية بين الناس يكون الكلام فيه أكثر تأثيرا وأكثر إيلاما وأنكى. ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر مع ذلك بماذا؟ بأن يصدع بما يؤمر وأن يعرض عن الجاهلين، وأمر بالعفو، فاعف عنهم واصفح، فأمر بالصبر باعتبار لاستمرار هذه المسيرة العظيمة وبالإعراض عن هؤلاء لأن هذا سيؤخر هذه المسيرة. أما الانتقام فعقيدة الانتقام هي هذه العقيدة التي نتكلم عليها، عقيدة تلك البذرة التي هي فكرة خبيثة طالما نشأت في تلك البيئة الخبيثة، فليست فكرة بناء وتنمية وإنما هي فكرة هدم وانتقام وقتل وتدمير فقط. إذن فهل هذا الشيء يمكن نسبته إلى الإسلام؟ لا، ولكنه مع ذلك في هذا اليوم وفي هذا الزمان إذا قيل الإرهاب فأول ما يلوح في أذهان كثير من الناس أنه جزء من الإسلام وجزء من العقيدة وجزء من النصوص وجزء من التعاليم الشرعية، وإذا كان هنالك مدارس شرعية فهذه تنمي الإرهاب أو تنشئ الإرهاب وتنبته وتنميه وتقويه وتنشره. وإذا قام الخطيب على المنبر فإنه سيدعو إلى الإرهاب. نسبة هذا إلى دين الله لا تعني أن دين الله باطل. إذا احتج الإرهابيون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حمل السيف فارجع يا عبد الله وانظر كيف حمله ولمن حمله وبمن ضربه. ألم يكن يؤذى؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم أوذي في بدنه ونفسه حتى شج وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وجحش جنبه ووضع سل الجزور على ظهره الشريف عفوكم وأوذي وتكلم فيه ووضع فيه فدية 100 من الإبل هو وصاحبه أبو بكر، وكان يطرد في جبال مكة وعذب أصحابه بين ناظريه، بل رأى بعضهم قتل وكان يصبر، ولما رجع إلى مكة قادرا قويا لم ينتقم من أهلها بل عفى عنه. أهذا الدين الذي تريدون أم ذلك الدين الذي يدعو إليه أولئك الذين يحاربون الإسلام باسم الإسلام يظنون يحسبونه كما يقول صلى الله عليه وسلم لهم وهو عليهم؟ إخواني، لم يدخل الإرهاب إلى المسلمين هكذا وبسهولة، هنالك أسباب
وهنالك من دعم الإرهاب ونماه وقواه، هنالك من يريد بقاء هذا الإرهاب ويمتنع عن القضاء عليه مع القدرة، بل إنهم يحرصون على كل سبب يمنع من يمنع الإرهاب. وفي الشرق والغرب لما ظهر إقبال الناس على الإسلام أفواجا أفواجا، فقد انفتحت سبل العلم ووسائل الإعلام على مصراعيها، فأمكن للناس أن يتعرفوا على حقيقة الإسلام، فكان هذا سببا من الأسباب. وكذلك هنالك سبب يخفى على كثير من الناس، الإرهاب الذي مورس على المسلمين في الزمن الحاضر وأزمان سبقت. هذا كيف يمكن تبريره إذا لم يوصف المسلمون بوصف يسوغ للآخر أن يمارس عليهم سبل الإرهاب وطرقه كلها؟ فهذا يفسر كيف أن غيرنا يريد لنا أن نظهر بثوب الإرهاب، وإلا فمن أعظم الفرى أن يفترى على الإسلام بأنه إرهاب. نعم، أولئك الفئة الضالة، وهي فئة قليلة. حينما ننظر إلى العالم الذي وصل إلى أكثر من 6 مليارات لا يساوي شعرة في ثور في ظهر ثور. فهذه الفئة القليلة الحقيرة التي لا وزن لها وجه الإعلام وصدروا في كل الوسائل حتى صار الناس لا يرون إلا إياه. وهؤلاء أليسوا مسلمين؟ أليسوا يعرفون أن أليس للإسلام حق عليهم أن يحافظوا عليه، أن لا يشوهوه؟ أليس عندهم ذرة من إيمان يحفظون به دين الإسلام؟ ما زالوا يشوهون صورة الإسلام وقبلوا أن يكون أداة نحر لهذا الدين من يوم أن خرجوا، حتى إنهم يأتون إلى نصوص كتاب الله ويلوون أعناق تلك النصوص ونصوص السنة وعمل الصحابة وكلام أئمة الإسلام من زمن الصحابة إلى زمننا، يلوون أعناق الأقوال حتى تكون موافقة لهم. وأين تلك النصوص التي تدل على أن هذا محرم في الإسلام؟ وقبل ذلك هنالك حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن الأذهان. نعم، الشرق والغرب أراد أن يظهر أن الإرهاب هو فقط في المتدينين من المسلمين، والحقيقة لكل واحد أو عند كل واحد منكم القدرة بإذن الله أن يجري دراسات على الإرهاب في هذا الزمن، يعني في العصر الحديث. كل واحد منكم يستطيع أن يعلم أن نسبة الإرهاب التي ظهرت من المسلمين قد لا تساوي 1% من الإرهاب الواقع في العالم كله. تستطيعون، لا تستغربوا. أم لأننا لا نسمع من غير تلك الوسائل فإننا لا نعلم شيئا؟ هناك أمور ربما يعلمها كثير من يعلمها أطفالنا. أم يريدون أن لا نعلم إلا محرقة اليهود؟ فأين محرقة اليهود من حرق اليهود أنفسهم للمسلمين؟ الواقع أن المسلمين هم الذين مورس عليهم الإرهاب في العصر الحديث،
بأفظع وأقبح ألوانه وآلمها. اليهود وحدهم قاموا بمذابح لا تكاد تحصى، مذبحة الشيخ ودير ياسين، ومن مما اشتهر صبرة وشتيلة، مذابح بالعشرات على العيار الثقيل، أكثر من 15 مذبحة من العيار الثقيل، بين قتل وإحراق. وأما تهجير المسلمين واعتقالهم، وهذا لا نريد أن نتكلم فيه. وكذلك مما رآه الناس وشاهدوه وسمعوا ما حصل للمسلمين في البوسنة والهرسك على يد الصرب، ما حصل للمسلمين في كثير من البقاع، الآن يرونه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم، يشاهدونه في وسائل الإعلام، وهو من أفظع أنواع الإرهاب، لا يقارن، لا يقارن أبدا، لا يمكن مقارنته بما يحصل من أولئك الفرقة الضالة والفئة الخبيثة. ألستم ترون بأعينكم في وسائل الإعلام تنقل لنا كيف يحرق المسلمون حرقا وهم أحياء في أفريقيا الوسطى، في بورما، كيف أحرقوا في أندونيسيا، المسلمون كانوا يعذبون ويحرقون في بلادهم. وإذا تكلمنا عن ذلك فإن هذا يوجه إلى إثارة النعرات الطائفية، لا، هم لا يريدون أن يسمع الناس عن ذلك. الشيوعيون وحدهم في الحملات الستالينية والماركسية قتلوا من المسلمين عشرات الملايين، عشرات الملايين. أغريب هذا؟ لا، ما هو غريب، فعندما تنظر إلى عدد سكان المسلمين في بلاد الروس الآن وتجد أن عددهم كان على الأقل على الثلث، والمسلمون تعلمون في ازدياد وتضاعف، وتجد أن عددهم، أين ذهب أولئك المسلمون؟ وأما أنواع الإرهاب الذي كان يمارس عليهم قبل القتل وطرق القتل، كيف كانوا يحرقون، كيف كانوا يسمرون بالمسامير، كيف كانوا يعلقون من الآذان، كيف كانوا يقطعون بصور، كيف كانت توضع المواد الكيميائية في آذانهم وفي أنافهم، كيف كان يقتل الأبناء، تبقر البطون أمام الآباء، كيف وكيف 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 في صور من القتل، دعنا من بقية ألوان التعذيب واغتصاب النساء وغير ذلك. الملايين، عشرات الملايين، كل واحد منكم يستطيع أن يقوم بدراسة، يستطيع أن يصل إلى هذه الحقائق. والوصول إلى الحقائق الآن أمر سهل، ليس كما كان في السابق. حتى إن تلك البيئات الجماعية التي تسمى بحقوق الإنسان تخفي هذه الحقائق، فأنت مواطن عادي يمكنك الوصول إليها وهم يخفونها. لماذا؟ لأنها وضعت لضبط وصول معلومة الإنسان إلى حقيقة حق الإنسان، فتطبق على أناس دون أناس، وتظهر معلومات دون معلومات، وأنت مقيد بما يقولون. هكذا أراد لنا غيرنا، ونحن كذلك أردنا لأنفسنا إن بقينا كما نحن. الإرهاب في الإسلام، وإذا كان الإرهابي من المسلمين، إذا كان خارجيا ضالا، فهل يعني ذلك أننا نبرر له لأن الإرهاب مورس علينا؟ لا، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولنا في كتاب الله أعظم متبع
وإلا فنحن مسلمون. لماذا نحن مسلمون؟ ألسنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ فلا نتقيد إلا بأوامره، وأشهد أن محمد رسول الله فلا نتبع إلا إياه مهما حصل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحق لك حينما ترى أولئك يقتلون ومع ذلك. فهذا الإرهاب الإسلامي الواقع أن أعظم جرمه يقع في المسلمين، والوقائع القليلة جدا التي هي ذر للرماد في العيون حتى يظهروا أنهم لا يعادون الإسلام قليلة جدا جدا. ومع ذلك حتى قتل غير المسلمين لا يقره المسلمون. هذه فئة خبيثة لا تنتمي إلى الإسلام ولا إلى الإيمان، لا يجوز نسبة ما تفعله تلك الفئة إلى الإسلام، لا يقره المسلمون. علماء المسلمين جميع علماء الإسلام يذمون هذه الفئة الضالة، فكيف يمكن حينئذ أن تنسب ما تفعله من الجرائم إلى الإسلام؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا فقد برئت منه الذمة؟ من أمن رجلا فقتله لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة، تصور من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة صحيح البخاري. كيف يكون معاهدا؟ يعني يمكن أن يكون هناك معاهدة بين المسلمين وبين غير المسلمين فيدخل. إذا دخل المشرك أو الكافر بغض النظر عن دينه إلى بلاد المسلمين بشكل غير حربي فهو كأبي سفيان الذي كان يقاتل المسلمين ولم يقتل. أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أسوة حسنة؟ مع أنه كان حربيا نقضت المعاهدة وهو ضمن أولئك الذين يحاربون بس ما قتلوا. لماذا؟ هناك قواعد في الإسلام لا يجوز الخروج عنها من أجل أمور في النفوس أو أحقاد. أولئك الذين ربما تعاطفوا معهم بعض الجهال من المسلمين جهلا فقط، كانوا في كثير من الأماكن مضطهدين عليهم قهر في بلاد المسلمين وفي خارج بلاد المسلمين. كثير منهم كان يقول وينطق تلك الحكومات الدكتاتورية التي تضطهد المعارضين والمخالفين، تعتقلهم تسجنهم سنين طويلة. طيب أنتم الآن لكم معارضون، ماذا تفعلون بهم؟ عارض تقتل، طيب اسجن، اعتقل، عذب، على الأقل كن على نحو مما كنت تذم. لا، نحن غير، نحن نحكم بالكلمة المقدسة. مع أن جميع المسلمين يقولون لهم الذي تفعلونه جريمة مخالف للكتاب والسنة، يقول لك لا، ارجعوا إلى عقولنا وافهموا كل هذه النصوص. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمانة، مستأمن، لا يجوز أن تقتله. لا يتكلم عن المسلمين الذين يقتلون، حتى عن غيرهم، فكيف بالمسلمين؟ فإن قال قائل كيف فهم هؤلاء تلك النصوص إذن؟ كيف؟ وهذا سؤال يسأل. ألم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم؟ ألم يقل لنا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وصدقته إلى صدقتهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، يقولون من قول خير البرية، يحسبونه لهم وهو عليهم. يقرؤون القرآن يعني يقرأ من هنا لا يصل إلى هنا، لا يفهم. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان،
إنسان كهذا لماذا تطالبني بأن أقول لك كيف فهم؟ لا أريد أن أقول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم لا يفهمون، بل هم يظنون أنه لهم، يقرؤون الآية والآية واضحة يقولون هذه لنا، طيب ما هي عليكم؟ لماذا تستغربون؟ لماذا تستغربون؟ ومع ذلك نجد من لا يجوز لك حتى في قلبك أن تتعاطف معهم، يعني حتى بينك وبين نفسك لا يجوز. نحن نتكلم عن الجرائم، ولا يمكن لإنسان أن يكون ضالا ويصلي، فأنت تتكلم عن ضلاله لا عن صلاته، وإن كانت صلاته قد تكون أخطر لأنها تروج باطله. وهم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويتصدقون أكثر من أي أحد، أكثر من الصحابة، يقول للصحابة تحقرون هذه الأعمال التي تعملونها باعتبار ما هم عليه من إظهار الصلاح. إذن فهل التعليم الشرعي هو الذي ينشر الإرهاب؟ لا، قصد بالتعليم الشرعي أن ينحى، لأن إذا قلنا أن التعليم الشرعي ينتج الإرهاب، إذن يمكن التصرف في هذه المناهج بحيث نحوا الدين حتى يستطيع الإرهاب أن ينتشر، لأنه مع عدم وضوح الرؤية ينتشر، فبيئته الخصبة هو الجهل، حتى كل المسلمين يتبعون الإرهاب، وبذلك يمكن القضاء على أي إنسان بحجة أنه إرهابي، والصورة واضحة. هناك في بيت المقدس رجل يطعن إنسانا فيقتلون 20 أو 30، يدعون أن الجميع طعن. نحن نعلم الفكرة في الجملة، فإذا كان الذي طعن أجرم فأولئك مجرمون، إذا كان المطعون بريئا ولا ذنب له، ولنعد أنه ليس محتلا ولا مجرم ولا شيء، فهل إذا قتل إنسان من أسرة إنسانا نقتل تلك الأسرة كلها، نهجرهم من بلادهم، نهدم بيوتهم؟ لكن هذا ليس إرهابا، ولا يجوز لك أن تتكلم عليهم، لا يجوز أن تتكلم وتشكك في تلك المحرقة، لأن هذا معاداة للسامية. هناك تفريق بين الشعوب وبين العرقيات، العالم يدعو إليه، أم أننا نجهل ذلك؟ المسلمون الآن يشكلون قرابة ثلث العالم، ولكنهم يشكلون أعظم شعوب تضطهد. لا يوجد إرهاب في العالم مورس بمثل ما مورس على المسلمين. فأعود أقول إن الإرهاب الذي ظهر من فئة ضالة صغيرة حقيرة من المسلمين لا يساوي 1% في الحقيقة، هذه حقيقة دراسات، لا يساوي 1% فقط، يعني من المسلمين، و99 وأكثر من غير المسلمين، هذا موجود. فماذا اتخذ من الإجراءات ضد أولئك؟ كلامنا ليس عن الإجراءات، كلامنا عن محاربة الإرهاب في المسلمين، وليس لنا ليس لنا الآن هدف في إظهار أو في عقوبة الآخرين، ولكننا نبين أن الذي يقوله هؤلاء غير صحيح، فالمسلمون ليسوا هم الإرهابيين. لا، وحتى إن كثيرا من المسلمين الآن العلمانيين والليبراليين وما إلى آخره في مواضع في مواقع على الشابكة تجدهم الآن بدأوا يتكلمون في هذا، الآن صار هؤلاء أيضا أدوات. فعندنا أداتان، أداة عاملة وهم الخوارج، وأداة راعية ومؤيدة وهم هؤلاء الذين يجهلون حقيقة الإسلام ويريدون إسلاما من غير دين، يريدون إسلاما من غير كتاب ولا سنة، حتى إنهم يناقشون آيات، لماذا يحصل كذا، لماذا يحرم كذا، لماذا يقتل فلان، لماذا، ماذا تريدون؟ لماذا تقول إنك مسلم؟ إذن مسلم علماني، مسلم ليبرالي، مسلم كذا، طيب تؤمن بما في الكتاب
تقرأ القرآن وتلاوة فقط، تجويد، نصلي في المساجد، وبعد قليل ربما تسمع من هذه الفئة الضالة أيضا، لأن عندنا التطرف نوعين، ربما تسمع منهم والله الآيات الفلانية الإمام عليها ألا يقرأها، صحيح، لأن هذه الآيات الحقيقة فيها ألم وفيها تخويف وفيها سبحان ربي لا إله إلا هو، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، هذا الموضع الذي أريده، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني عندما يكون موافقا لأهوائهم، الكلام عن المنافقين، فإذا أظلم عليهم قاموا، لا يقبل، يسمع آيات الجهاد، الحج الذي في مشقة يجدها صعبة عليه، أما إذا سمع عن الجنة والنار قل أنا مؤمن، بعدين إذا سمع من لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أقول ما سمعت أستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن أعظم دين على وجه الأرض حفظ الدماء والأموال والأعراض هو دين الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة جمعت له جمعا كبيرا في حجة الوداع دعا إلى هذا، ونهى المسلمين أن يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا ما تعلمونه جميعا، يعلمه كل مسلم حتى هؤلاء الضالون، لا يوجد دين على وجه الأرض كدين يدعو إلى حفظ شيء مثل هذا الدين، حتى إنه رتب على ذلك الأحكام الشرعية، وجعل هناك الضرورات والحاجيات والتحسينيات، فبين الضرورات الخمس لا يجوز يوصل إليها، حتى الأحكام الشرعية تقف عند تلك الضرورات، وإذا كان الشيء محرما وكان الإنسان يمكن أن يموت يحل له أن يأخذه، والضرورات تبيح المحظورات، هذا ديننا. لكن فإذا توجهنا إلى تلك الفئة الضالة فهي فئة تنهل لا من دين الإسلام، هي توجه، لا تتعجبوا كيف توجه، فأكبرهم وأعظمهم ربما يكون ما زال شابا ليس لهم خبرة في شيء من العلم الشرعي، ولذلك هذا النوع من الجهال يمكن توجيهه من أي جهة، فلا تتعجب. والأزمات التي تحصل ينبغي على المسلمين أن يتقيدوا بحسب تعاليم الإسلام، أن يعودوا فيها إلى أهل العلم وأهل الرأي وأولياء الأمور، كثير من الناس عامة الناس غير معنيين بها، فإذا كل واحد تكلم وكل واحد يريد أن يسمع ويذهبون إلى بعض القنوات الفضائية المضللة، إحدى القنوات الفضائية حينما حصلت العملية التي قبل أيام تخطيط الإرهابي جاءت بصور منذ سنين فيها تجمع ورفع رايات فيها تأييد لتلك الفرق الضالة، جاءوا بها مع ذلك الخبر، وكأن هذا ما زال موجودا وكذا، والتعاطف ما زال موجودا، مع أن الناس بمجرد أن رأوا جرائم القوم هؤلاء المسلمون في بلادنا انتهت القضية، لا يوجد تعاطف ولا يوجد حاضنة، وإنما هو تسللات، وإنما هو الشاهد أن تلك القنوات على حساب أمن الناس واستقرارهم وشعورهم بالأمان، من أجل تحقيق سبق صحفي، من أجل تحقيق يعني عدد مشاهدة كبير، ممكن أن لو تهدمت هذه البلاد ما فيه إشكال عندهم، لو قتل من قتل بين الناس لا عندهم إشكال. الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
فيشترط على المسلم في الأزمات أن يسكت ولا يتكلم إلا بما يعلمه من أهل العلم فقط. يعني أول ما تبدأ الأزمات لا يجوز لأحد أن يتكلم، تتبين لأهل العلم يبينون للناس ويقولون لهم تكلموا في هذا وهذا لا تتكلموا فيه، فيلتزم الناس بأهل العلم، هذا الواجب. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أليس هذا قرآن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذا ذنب لهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بصفته كان وليا للأمر الديني والدنيوي، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أليس قرآنا؟ ولا بد من أن نعلم أنه لا يمكن استئصال الإرهاب الذي في الإسلام إلا بأهل العلم. كيف؟ يعني أهل العلم فقط يستطيعون، وإلا القتال يهيج الإرهاب. القوة والعنف مما صنع الإرهاب، بل على العكس، هو يرى أنه إذا قتل فهو شهيد وإذا قاتل فهو مجاهد، ما الذي يمنعه من ذلك؟ ونحن نعلم أن الإرهاب ليس هو المقصود بالحرب، لكن الشاهد من الكلام أنه لا يمكن القضاء على إرهاب في ضمن دائرة المسلمين وهو إرهاب الخوارج إلا من خلال أهل العلم، من خلال مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. ولا بد من العلم، لأنه لا بد لأن الإرهاب توسع، لا بد من تضافر الجهود، أنا وأنت وكل واحد منا، وحتى التضافر الجهود مع الدول الأخرى. ولو كان لو أمكن حلف يجمع كل من يريد العدل والإنصاف فقط، فإنك تحالف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حلف الفضول في أيام قبل الإسلام، وذكر أنه لو دعيت إلى حلف مثله لأجبته، طالما أنه يجمع على الخير لا مانع، لابد من تضافر الجهود، لكن لابد من أن نقف وقفة قصيرة جدا مع أنت كل واحد منا. ابنك مشروع إرهاب إذا تركته، المطلوب منك أن توصي إليه. هل جلست مع ابنك وسمعت منه ما رأيه في هؤلاء؟ هل هو متعاطف؟ قبل ذلك نبدأ بتربية أبنائنا ببيان الإسلام الحقيقي كما جاء بالكتاب والسنة. تعلم ديننا، تعلم عقيدتنا، نعلم أبنائنا. نقول لابننا إن الدم حرام. أول درجات العلم في التعامل مع الآخر أن الآخر معصوم كائنا ما كان إلا في الحرب فقط، حرب معه. إذا أنا حاربت، إذا كنت في القتال في سبيل الله عز وجل أقاتل، سواء كان المقاتل يهوديا أو مشركا أو غير ذلك، بقطع النظر في الحرب تسفك الدماء. نحن نتكلم عن حال ليس فيه حرب، والذي أمامي ليس محاربا، إما مستأمن أو معاهد أو كذا، أو مسلم، أو مسلم مجرم أو ظالم، أو مسلم فيه عقوبة القتل لا يجريها نحن وإنما يجريها أولياء الأمور، حتى إذا ارتكب ما يقتل به لا يحل لنا نحن أن نقتله، هناك من يقتله، فإذا قصر ولي الأمر فالإثم في عنقه، يتحمل أوزار الناس كلها ولا يتحملها هذا الإنسان، ليس لك من الأمر شيء. أوصل ابنك، لأن من أسباب انتشار هذا الفكر القهر، علمه أن يحمد الله، عرفه على نعم الله عليه، كم عليه من النعم، وبقي كم هناك من الأبناء من فقد بصره، من فقد لسانه، من فقد إلى آخره، وفي المحيط الذي نحن فيه، فنحن جزيرة في بحر يتلاطم بالحمم. علموا كيف أن الناس لا يعيشون في بيوتهم الآن ويشردون، كيف أن الابن يرى أباه يقتل ويركض إليه يضع يده على الدم. علمه كيف أنك تعيش في محيط ربما غيرك أفقر منك، ربما غيرك فقد نعمة من فقد عضوا. علمه أنه لو كل الناس
فيهم كل النعم فهم غارقون في إنعام الله عليهم، فليحمدوا الله. علمه أن الفقر الذي يعيشه إن كان يعيشه هو خير من ترك الدين. نتعلم يا إخواننا أنه نعم نحن نشعر بشيء من الضيق من الغلاء إلى آخره، هناك تقصير وبعض الناس ربما يكون فاسدا، لكن ألا ننظر أيضا إلى أننا نحن الآن في هذا البلد على سبيل المثال، ألم يكن هناك دول جوار كنا نصدر إليها ومن خلالها وعبرها ملايين الأطنان من المزروعات وإلى آخره انغلقت؟ ألم يكن هناك دول جوار تأتينا منها أشياء بأرخص أثمان وبعضها فيها نوع من الإعفاءات وكذا وأغلقت؟ ماذا نريد؟ أن نريد أن نخاطب الله بما لا يليق؟ قل الحمد لله، نحمد الله عز وجل أننا نستطيع أن نأكل اللقمة حتى لو كانت من غير ما تغمس به، لكن على الأقل تترك بيتك وتنصرف إلى عملك، ربما تترك البيت مفتوحا. من شدة الشعور بالأمان أحيانا تنسى الباب مفتوحا أو تقفله من غير أن تغلقه، وإذا غلقته لا تضع عليه الجنازير، لا تخاف. وبعض من يجاورنا لا بد من بقاء رجل في البيت لا يعلم ما الذي سيحصل. نحن في نعم رغم كل ذلك. علم ولدك، أفهم ولدك أنك كما أن حضن الأم دافئ وكما أن حضن الأسرة دافئ، فأنت في وطن حضنه دافئ لك ولغيرك، وأنه لو حصل شيئا لا قدر الله، وهذا خطاب لي ولكم ولأبنائنا ولأولئك الخوارج، لو حصل شيء لا قدر الله فلن تجد حضنا دافئا مثل هذا البلد. والله إن جيراننا وإن الذين يأتون إلينا ربما يعلمون من أهمية ونعمة الأمان الذي نعيشه أكثر منا، ويتمنون أن يبقى الأمان حتى يجدوا ملاذا من أتون النار التي يهربون منها، أفلا نتقي الله؟ فعليك، أنا لا أقول تعلم فقط، أنت عليك واجب الآن، معك مهمة، فإذا لم تقم بها فأنت مقصر ومشارك. الذي يقتل مشارك، والذي يؤيد بالكلمة مشارك، والذي يتعاطف مشارك، والذي يترك الإصلاح أيضا هذا نوع من المشاركة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك، واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، واهد أبناء المسلمين لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك، ووفقهم لكل خير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.